أما بعد، فانخلصوا إلى قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. طبعا ما زلنا في سياق نداء بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كل هذا سبق ما يسر الله فيه من الكلام، حتى قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. في غير ما آية وفي غير ما حديث قارن الله جل وعلا بين الصلاة والزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عبارة كثيرة الورود مبنى أو معنى في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن أمارة الخضوع لله الواحد القهار تتجلى في هذين الأمرين أصدق تجل، وتتمثل أعلى تمثيل وتمثل في هاتين العبادتين: عبادة الله جل وعلا بالبدن وعبادته بالمال. لأن الصلاة زكاة للبدن وطهارة له، وزكاة للنفس وطهارة له، بما أن الصلاة تعبير عن حركة النفس، فإذا سجد البدن فإنما هو تعبير لسجود القلب، وكذلك إذا ركع أو قام أو ذكر أو أي شيء. فالصلاة إذن هي تعبير عن التعبد الحاصل بقلب العبد، تعبير بدني بالجوارح، ولذلك تجد الجسد كله تقريبا يتحرك في الصلاة، تتحرك الأيدي وتتحرك الأرجل ويتحرك الجسم كله من الرأس إلى أخمص القدم في جميع حركات الصلاة، ويمارس الإنسان بصلاته لله هيئات وأوضاعا تدل على كمال التأدب مع الله، سواء في هيئة الوقوف بين يدي الله من تحريم الالتفات أو رفع البصر إلى السماء أو غير ذلك من الحركات التي تدل على انشغال قلب العبد بشيء مما سوى الله جل وعلا. فيقف الإنسان متأدبا ينظر كما ثبت في السنة إلى موقع سجوده، ذاكرا الله جل وعلا بتلاوته ما شرع من القرآن في الصلاة ومن الأذكار، حتى إذا قارب وقت الركوع ركع بهذه الهيئة العجيبة الدالة على تعظيم الرب ملك الكون جل وعلا، ثم رفع ثم سجد. والسجود بما هو تعبير عن كمال الخضوع والخنوع لله الواحد القهار، كما ثبت في الحديث الصحيح المريح: وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. للصلاة إذن، أو قول الصلاة إذن، لغة الصلاة نفسها لغة، لكنها لغة من لغات العبادة، تعبر بها عما بقلبك لله الواحد القهار جل وعلا. لا يمكن للكلمات ولا للعبارات من أي لغة من اللغات أن تعبر ذلك التعبير الذي يعبره السجود، والذي يعبره الركوع، والذي يعبره الوقوف، ولكن في هيئة الصلاة. فكل هيئات الصلاة كما سنها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها: صلوا كما رأيتموني أصلي، كلها تعبير صادق شرعه المشرع الكريم، وجب أن ينخرط فيه المؤمن في سيره إلى الله عز وجل واستجابته لأمره. وأقيموا الصلاة، وسنعود إلى هذه الكلمة بعد بيان موجز عن الزكاة: وآتوا الزكاة. الزكاة كما هو معلوم عبادة مالية، فليست فيها حركة بدنية ولا ما يشبه ذلك، ولكن في العمق حركة معنوية تقع بنفس الإنسان، وقد لا يحرك لها ساكنا. يعني العبادة ديال الزكاة كتقدر ما تدير فيها ولو بيديك، وإنما تأمر أو تأذن لولي أمريكا أو لوكيلك بأن يخرج الزكاة من التجارة إذا كنت من أهل التجارات، أو من الفلاحة إن كنت من أهل الفلاحات، أو من أي شيء مما شرع الله فيه الزكاة. تقدر أنت قاع ما تشوفها فين دخلت وفين خرجت، إلا عندك الثقة في اللي خدام معك تقول له حسب الحساب، ولا الكونطابل ديالك حسب الحساب وخرج لي الزكاة، فقد سقطت عنك العبادة، راك أديتها. فين أديتها؟ هنا في قلبك، بمجرد أن قررت أن تؤدي الزكاة.
حتى واخا يكون داك اللي ناب عليك وتكفل باش يخرجها غشك وكذب عليك وما خرجهاش سقطت عنك ما دمت لم تعلم، لأنها قلت هي عبادة وجدانية. اش كدير فيها؟ تقر لله وحده بالمالكية، كتقول يا ربي انت ملشي، لأنك هذا الذي انت تملكه من المال الذي بلغك درجة الغنى، لأنه لا يزكي في الأصل إلا غني، سواء في الفلاحة ولا في غيرها لا يزكي إلا غني، لأن الفلاحة اللي ما وصلش إني صاب الفلاحة ما كيزكيش، ستة القناطرونس هذا النصاب ديال الفلاحة في الزرع ولا في الزيتون ولا في التمر إلى آخره، ليس فيما دون خمسة أوسوق صدقة. يعني العلماء من زمان رطلوا هذه الخمسة أوسوق وقارنوا، حتى وصلوا العلماء المحدثون فيها إلى أنها ستة القناطرونس، فما دون هذا النصاب هذا فقير عنده واحد الزريعة شوية اللي جمع ولا شي خنشة ديال الزيتون، ما هو وديز فيه الزكاة. وكذلك في الغنى في المال الزكاة التجارية إنما يخرجها من بلغ النصاب ديال التجارة اللي هو حوالي 85 غرام ديال الذهب، يعني ما يقابل ثمنها في السوق، فهذا غني، يعني كيدور عليه العام هو عنده هذاك المقدار حوالي، يعني تقريبا يعني على حسب ثمن الذهب كيزيد وينقص بين 7000 درهم حتى 8000 درهم، كتزيد وتنقص على حساب العام شحال ثمن الذهب كل عام كيزيد وينقص، يعني عندك 7000 درهم كتصرف العام كامل وانت تصرف وما وصلتهاش، شيط عليك الفلوس، إذن خصك تزكي، فإذن هذا غنى، هذا كيتسمى الغنى، هذا غني، هذا حد الغنى. فقلت إذن هذا الغنى حتى تعالج آفته، إن الغنى سيف ذو حدين، هو نعمة ونقمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا لم يحفظ الإنسان نفسه من آثار الغنى السيئة ابتلاه الله بشر الغنى وهو الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كيف استغنى؟ حس بالمالكية ولا يظن بأنه هو ملشي، هو الباترون، هو ملشي، نهار يوقع في قلب العبد أنه صار يملك انتهى، مشى قبط الهوية، قبط الحدورة، فمثل هذا يخشى عليه. ولذلك علاج هذا الداء اللي ما كيتصب به من ناحية المالية، من ناحية المال ما كيتصب به إلا اللي عنده المال، لأن كاين استغناء آخر بمعاني أخرى، ولكن في سياقنا هذا اللي كيتعلق بالزكاة إنما هو مرض الأغنياء. فالله جل وعلا جعل له مقابلا ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فداء حب الملكية أو الشعور بالمالكية جعل الله له جل وعلا دواء هو الزكاة. فإخراجك الزكاة تقر فيها، هذا المعنى، مجرد ما كتقرر تخرج الزكاة لما كتعطيها لمن؟ أنت تعطيها لله جل وعلا، لأنه هو أمرك بأن تخرج الزكاة، فتستجيب للآمر، واستجابتك للآمر تذكرون وتدبرون وتفكر في أنك لا تملك شيئا، لأن الله تعالى قال لك خرج المال ديال الناس أعطيه لهم كتخرجه، هو أنت اللي عرقت حقيقة، أنت اللي خدمت حقيقة، ولكن بعد ذلك تجد أن المالك إنما هو الله، وأن هذا الغنى الذي حصلت عليه إنما كان بإذن الله، لو لم يأذن لك في أن تملك لما كنت من المالكين. وملكيتك إذن ما دام غيرك يتصرف فيها وهو الله جل وعلا، ملكية ديالك يتصرف فيها رب العالمين، إذن هذه ماشي ملكية حقيقية، لأنه مفهوم حتى في يعني في أمور الملكية في المجال الاجتماعي أن لما كتنتقل الملكية من شخص لشخص بيعا أو هبة أو بأي عقد من العقود الصحيحة، هذاك اللي كانت عنده الملكية من قبل كيفقد حق التصرف، بعت الحاجة إيوا صافي ما بقالك شغل فيها، ما عندكش الحق تقول له خدمها أنا ودير لها وحيد لها وركب لها وصبغها أو ما تديرش فيها، شي شغلك أنت بعت فقدت حق التصرف فيما بعت، والذي امتلك امتلك حق التصرف الكامل فيما اشترى أو فيما انتقل إليه بعقد صحيح أو بأي سبب من أسباب الملكية كالإرثي أو غيره. الآن أنت مالك من الناحية الاجتماعية، مالكت بعقد صحيح أو إرثا واشتغلت وأنتجت، ومع ذلك يذكرك ربك بتدخله سبحانه وتعالى في ملكيتك وبتصرفه جل وعلا في هذه الملكية، يذكرك بأنك لا تملك شيئا وبأنما المالك هو الله جل وعلا. ما دام أن هذه الملكية مرة مرة كيجي اللي يقول لي خرج هذه حطها هنا، إذن ما بقاش عندي حق التصرف الكامل، فأنا عبد إذن وأنا مسخر خادم في هذا المال، هو جل وعلا يبين لي ويأمرني ويوجهني
بكذا وكذا، وأن أعطي لهذا الصنف من الناس من الفقراء والمساكين والأصناف وباقي الأصناف الثمانية حقهم الذي فرضه الله لهم علي أنا فيما كنت أعتبره ملكية 100%، ملكية عارية مسلفة، ملكية عارية، والدنيا كلها عارية، عمر الإنسان عارية، عمري وعمرك كله مسلف، لأنها الحياة، ومالك الحياة إنما هو الحي جل وعلا، أما الإنسان فهو ميت. شيء عجيب في تعبير القرآن العظيم من كلام الله سبحانه وتعالى، حينما خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال إنك ميت، وهو حي هذه الساعة، وإنهم ميتون، أي باعتبار المآل وباعتبار الحال أيضا بمعنى من المعاني الإشارية، باعتبار المآل أي ستموت قطعا، إنك ميت، هو هذا التعبير في الأصل دياله في الأصل العربي اللغوي كيدل على الحال الماضي، ولكن في السياق دياله يدل على الاستقبال بمعنى غادي تموت، وإنهم ميتون أي سيموتون، لكن يدل أيضا على الحال والماضي أيضا ولكن بمعنى آخر، أي بمعنى أن هذه الحياة التي تملكها الآن ليست لك، وإنما هي من الحي. الإنسان لا ينتج حياته بل يتلقاها من الحي هبة وتفضلا منه جل وعلا، ولذلك كان من أسمائه الحسنى الحي، لأنه حي بذاته ما أعطاه له حد، حي. ثم المحيي، لأنه جل وعلا سبب الحياة لكل الأحياء، فلو منعهم الحياة لما بقي حي على وجه الأرض، ولذلك كان كل من عليها فان. هذا المعنى إذن تملأ قلوبنا به الزكاة، الزكاة عبادة عجيبة تعالج الأمراض النفسية الخبيثة حقيقة، خبث النفس كتعالج الزكاة. فمن أراد أن يستخرج شح امرئ مسلم أو أنانيته أو أي شيء من أدوائه فليعالج منه هذه العقدة، لأنه البخيل ليبس صعيب عليك تعالجه، الصعيب فعلا، تذكروا بالرحمة ديال خوتو ولا والديه والو اطلاقا، باب واحد وسالوت واحد عندك معاه هو باب الله جل وعلا، ربه الذي خلقه يملك إحياءه ويملك إماتته، يطلب منه ويلزمه إلزاما أن يخرج الزكاة. إذا استطعت تصلوا بهذا الباب من الوعظ فقد أراد الله به خيرا، ومن بعد إبراء بإذن الله عز وجل يخرج الزكاة هذه المرة والمرة الأخرى، أدخل إن شاء الله الرحمن الرحيم الرحمة على رحمه وعلى أهله وعلى كل من حوله آنئذ، ويشفى من مرض البخل ومن آفة الشح. يعني من اللي يخرج الزكاة غادي يقلب ديك الساعة على أهل رحمه، ما غاديش يقلب على البعيد، وسواء قلب على البعيد ولا قلب على القريب، المهم أنه أخرج الزكاة، وإخراج الزكاة تطهير لهذه النفس الخبيثة، ولذلك هي عبادة نفسية 100%، ما عندهاش علاقة بالجوارح باليدين والرجلين وكذا كما هو في بعض صور الصلاة، لا، هذه عبادة نفسية. ولذلك كنت نمثل بمثال مشتهر في الفقه وفي علوم التربية في الإسلام، في من فرض عليه وأرغم وأكره إكراها على إخراج الزكاة وهو غير راض، يعني أرغمه الإمام الجابي للزكاة بإخراجها، قال فيه العلماء سقط عنه حق الفقراء ولم يسقط عنه حق الله جل وعلا، لأن حق الفقراء هما الفلوس خرجوهم منه أقلعوهم نبسي، ولكن حق الله تعالى هو التقوى، ولكن يناله التقوى منكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ثم اللي كتذبحوها وانتم اللي كتاكلوها وانتم اللي كتفوروها وتبخروها وتشويوها، ما يصل الله منها، إنما يصله ما بقلوبكم من إخلاص وتوجه وقصد وتعبد. فكذلك الزكاة هي عبادة روحية نفسية 100%، 100% حقيقة الصلاة كذلك، لكن هذه المعنى ديالها أخفى، لأن الصلاة باينة، هيئة الصلاة هيئة، صلوا كما رأيتموني، كيشوفوا فيك كيدير، كما رأيتموني أصلي. أما الزكاة فهي قرار يقع بنفس العبد، يترجمه المال ولكن قد يظهر وقد يخفى، كاين حتى اللي ما يسرق لك الخبر وزكيت ولا ما زكيت شيء، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فلذلك الزكاة من المعاني حقيقة التي تقع بالنفس، ولسر من الأسرار سماها الله جل وعلا زكاة، لأن الزكاة هي النمو، زكى الشيء يزكو نما، من ناحية الحسابية المال ينقص بالزكاة، إلى درت الحساب تلقى المال ينقص ولكنه يزيد بركة،
وتزيد مقامات إيمانك مرتبة عند الله جل وعلا. ولذلك سماها الله جل وعلا زكاة، تزكي النفس وتطهرها وترقيها وتقربها من خالقها، لأنك بها أقول بها توحد الله في مالكيته. وهذا من باب توحيد الأسماء والصفات، نرى كان نقولها مرار عودها. كثير من الناس واخدين التوحيد غلط، لأنه أخذوا ظاهره وتركوا مقاصده. شيء عجيب باب التوحيد، عظيم جدا، أعظم علوم الإسلام التوحيد، أعظم علوم الإسلام على الإطلاق التوحيد. لكن إذا أخذ كاملا فلا ينبغي أن نقف عند حدود توحيد الأسماء والصفات بمعنى الإثبات، من غير تأويل ولا تعطيل ولا شيء صحيح سليم، هذا الحق، ولكن ينبغي أن نعمل بثماره. فحينما أقول هذا الكلام وأردده حفظا وأضطرب في إخراج زكاتي، ونبدأ نتحسب مع ربي، عندي الحوانت، قال لي ربي تعالى خرجها نقدر وانا نخرجها شراوت، كما يقع عند بعض الناس مع الأسف، كيف بدي يخرج السلعة من الحانوت؟ لا يجوز، ما عندكش الحق تخرج السلعة، السلعة اللي بارت لك وما تبعت لك تخرجها زكاة؟ لا يصح، خرجها فلوس، حب، ورق، مال، نقد. فلذلك هذا نقصون فين؟ في توحيد الأسماء والصفات. شوف فين تضرب توحيد الأسماء والصفات عن شحال من واحد هنا. فتوحيد الله في مالكيته باعتباره مالكا وهو المالك، وهو المالك ما تمش في مثل هذا المثال، ما وحدت الله جل وعلا في ملكه ولا في مالكيته، إذ جعلت زكاتك تضطرب بسبب حبك لنفسك وبسبب إصرارك على أن تعتقد نفسك مالكا والله هو المالك. لذلك كتوجدوا هاد جوج ديال الأسرار في القرآن كيتعودوا بزاف، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عجيب جوج، الصلاة نور في الحديث ديال المسلم، والصدقة برهان، لأن بعض الأحيان يسميوا الزكاة صدقة، كثير من السياقات يعني يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة بالصدقة، كثير أحد فيها الصدقة، وهذا منها، والصلاة نور والصدقة برهان، فكلاهما إذن من الأنوار. إنما البرهان شعاع الشمس الساطع، البرهان هو ذاك الضوء اللي كيجي في خط عمودي ديال الشمس، يسمى برهان العربية، يعني عنده واحد القوة واستقامة وامتداد، نظرا لأنه يعبر بقوة عن الشروق، برهان. ولذلك كان إخراج المال من الجيب دليل على أن العبد هذا قد سلم لله في أمر مالكيته وآمن بالغيب، لأن ربي تعالى قال لك أرى دابا ونعطيك غدا، هذا باش وعدك، أرى دابا، حطهم دابا في عالم الشهادة، ولكن الخلاص ماشي في عالم الشهادة، في عالم الغيب. ولذلك يعني من اللي تبيع انت هذه البيعة وشرية مع رب العالمين تعطيه دابا وتسنى عالم الغيب، إذن عندك يقين بأنه كاين عالم الغيب، وهذا شيء إيجابي ومهم جدا بالنسبة للمؤمن، لأن بلاد مولف يعطي دابا ويأخذ دابا، ولا عادي يأخذ قبل ما يعطي. وإنما الإيمان بالغيب أن تعطي وتنتظر. ومن العبادة كما قالوا في الأثر، واحد الكلمة جميلة جدا، من العبادة انتظار الفرج، شيء عجيب جدا، بزاف ديال الناس كيطلب الله تعالى يا ربي اعطيني يا ربي اعطيني، وكيقول في نفسه ما اعطانيش، انت تسنى، كونك كتسنى ما اعطاكش، او الظاهر ديالك انت اللي فهمت ما اعطاكش، هذاك الانتظار ديالك حتى هو عباده. لو كنت من المبصرين، من العباده انتظار الفرج، والحقيقه الفرج الكامل ما غادي يكون حتى الجنه، لان عمر الفرج ديال 100% ما تلقاه في الدنيا، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما، في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح دائما. فالله جل وعلا أمرنا أمرين، الأصل في هذا السياق أنه أمر لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ولكن بينت قبل أنه خطاب لنا كما كان خطابا لهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهنالك فعلان الإقامة، لما تكلمنا على الصلاة وتكلمنا على الزكاة بما يكفي في هذا السياق بحولها، ولكن تعلق بهما فعلان يتكرران في القرآن وفي الحديث، الإقامة والإيتاء، وكلاهما فعل متعلق بالمفعول لا يصح على التمام إلا به، بمعنى أن الصلاة باش تكون صلاة خصها الإقامة، ونجيو لمعنى الإقامة، والزكاة باش تكون زكاة خصها الإيتاء، لأن الإيتاء فعل تلقائي إرادي، أنت كتجبد وتعطي،
ما كيجيش واحد يقول لك، بل أنت تقرر وأنت تخرج خبيثة نفسك بنفسك. توتي الزكاة وآتوا الزكاة، لما تعطيها وانت ما فرحانش ما آتيت الزكاة اطلاقا. فلا بد من الفعل الذاتي التلقائي في الفعل، ليدل على الرضا بأمر الله، وليدل على المطاوعة لأمر الله، وليدل على الاستجابة وهو التعبد المحض والامتثال. ولذلك صاحب الزكاة في الأصل هو يبحث عن مستحقيها. عجيب إنك يسألوا، وشي عجيب ما يحس المؤمن أنه الناس كيسألوا الزكاة، كيسألوا يسألونك ويطلبونك ولهم دين عليك، لأن الله فرضه عليك لهم، ما عندك ما تدير. إن كنت عبدا ممتثلا فوجب الامتثال. هذا إيتاء سوى الجاب ديالها ولا ما جاش، أي العاملون عليها، جاء ولا ما جاش، يجب أن تتحرك أنت، تتعين آنئذ للضرورة أنت، لأن ما كيغيب وسيلة الفعل، أنت خصك تنوب على هذاك الفاعل اللي هو الجابي. إذا كانت الدولة كتصفت اللي كيجمع الزكاة فبها ونعمت، ما كانش أنت، يجب أن تتحرك من أجل أن توصل الحق إلى أصحابه. إن كنت تريد أن تنجو بمالك وبنفسك وأن تكون من العابدين حقا. والإقامة ليست بالمعنى الاصطلاحي الفقهي اللي هو كلمة الأذان الثاني، لأن حتى الإقامة كتسمى أذان، بين كل أذانين صلاة، لأن المعنى ديال الأذان هو الإعلان والإعلام، كتقول للناس راه الصلاة دخل وقتها بالأذان ديال السمعة، وكتقول للناس الصلاة غادي تبدأ بالأذان ديال الإقامة، فهذاك أذان وهذاك أذان، هو نوع وضرب من الإعلان. فهذا جزء من الإقامة اللي في القرآن، فما ذكر الله جل وعلا الإقامة في القرآن بمعنى الأذان، لا، وإنما الإقامة حركة في النفس وفي البدن، في النفس وفي البدن، دائمة مستمرة حتى يلقى العبد ربه. لأن أقام الشيء يقيمه بمعنى جعله مستقيما، حلا كتبني واحد الصور كتبنيه، ولكن كاين اللي كيريبوا لك وهو الشياطين، شياطين الإنس والجن، وشيطان الصلاة بشكل خاص. فلذلك كلما أقمته انخرم وتعود تبنيه ويطيح لك، فأنت مطالب بتجديد البناء أبدا. هذه إقامة، تقيم الصلاة بإقامة، أي كتخليه مستقيم، أقام الشيء يقيمه جعله قائما ومستقيما، هذا المعنى، كتخلي الصلاة بحال الصور مبنية مقادة مستقيمة، لا عوج فيها ولا أمتة، ما معوجة ما محفرة ما مخربة. وهذه عملية وجدانية وبدنية. فأما الجانب البدن فشأنه سهلون، الأمر اللي كيتعلق بالبدن ماشي صعيب، تعرف فقط فقه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع في صلاته، صلوا كما رأيتموني يصلي، كيف كان يقوم، كيف كان يجلس، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، كيف إلى آخره. هذا في 24 ساعة تفضي منه إلا بغيت عندك التلقائية والإرادة باش تطبقوا راسه، ماشي صعيب. ولكن إقامة الصلاة في النفس أمر دونه خرط القتاد كما يعبرون، حقيقة كتقول هذا النهار ما نشرد شيء في الصلاة، وتبدأ الدبس سبح الله مع راسك، لا بد ينفلت ذهنك إلى شيء، فأنت ينبغي أن تدخل إذن في مدافعة مع الشيطان ومع النفس حتى تقيم صلاتك، تدافع الأهواء، تدافع الرياء ومصيبة. هذا الرياء تدفعه من أمامك يأتيك من خلفك، تدفعه من خلفك يأتيك عن يمينك، يأتيك من يسارك، يحيطك من كل مكان، وتحتاج إذن إلى يقظة، تحتاج إلى يقظة مستمرة وإلى مجاهدة. وهذه إقامة الصلاة حقا وصدقا. ولذلك جعل الله للعبد أدوات لهذا الأمر، ربطه بمواقيت باش كتعاونك، لها مقاصد شتى، ولكن من أهم مقاصدها أنك إذ تنضبط لها فإنها تعينك على إقامة الصلاة، إذ تستجيب لله في أوقات وتترك كل أعمالك لتجيب خالقك وحده دون سواه. لأن الأذان مش غير ولي كين، أذانات هما، تؤذن التجارة وتؤذن المرأة ويؤذن الحمام وتؤذن الأشغال والمصارف والعقود ويؤذن المؤذن. فحينما تقرر وتختار أن تستجيب لي منادي الله فهذا نوع من إقامة الصلاة، وخطوة من خطواتها ومرحلة من مراحلها، وأقيم الصلاة حقيقة. ولذلك كلما استجبت لله كلما أعانك الله جل وعلا على صلاتك وعلى نفسك، لأنك آنئذ تكون جنديا لله،
وقد أعرضت عما سواه أنت جندي له. وقد قرر جل وعلا وقدر بعبارته جل وعلا في القرآن وإن جندنا لهم الغالبون. حينما يستقيم قصدك استقيم صلاتك. وهذا أمر يعني استقامة القصد هو من صعوبة بمكان، ماشي بحال استقامة البدن. استقامة القصد أمر لا يضطرد، تقدوك يعوج، فتحتاج إذن إلى مجهود دائم وإلى يقظة مستمرة. ثم قال جل وعلا واركعوا مع الراكعين. راه لما قال واقيموا الصلاة راه دخل فيها واركعوا مع الراكعين، ولكنه أفردها لمعنى زائد، وكل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وما كاين شيء في القرآن تكرار إطلاقا، ولو في القصص إطلاقا تكرر ما كاين شيء. فإذ تركعوا مع الراكعين فيه من المقاصد شيء عظيم جدا، نذكر منه الآن ما يتجلى هو الأهم. هذه المعية تساوي التسوية في هذا السياق، تسوية بحال من التبعيضية التي تجعلك جزءا من كل. وما زال نذكر هذه مثال وهذه مثال، وكلهم واردين في هذا السياق، وهو أن يخضع العبد لله بالصلاة ويخضع مع الخاضعين، وفي خضوعه مع الخاضعين نوعون من الشعور بأنه عبد كسائر العباد، ولا تدري من أقرب إلى الله في هذا الصف أو في هذه الصلاة الجامعة أو في هذا المسجد أو في هذا الحي، لا تدري. أنت راكع تمد ظهرك وتحني بدنك كسائر المنحنين الراكعين لله، لا يدري أحد من الأفضل منا عند الله، بل الله وحده جل وعلا يعلم. فتكون آنئذ واحدا من الناس الراكعين. وفيه واحد العجيب ديال التربية على التواضع لله جل وعلا. وهذه الآية فيها جواب على دوك اللي ما كيصليوش الجنازة على العصاة، واركعوا مع الراكعين. صحيح الجنازة ما فيهاش الركوع، ولكن فيها الركوع الوجداني. هذا يرفض ويأبى أن يركع مع الراكعين، لا واركعوا مع الراكعين، لا تتكبر ولا تجعل في نفسك شيئا زائدا على الناس، خاصة إذا لم يكن فيك لا حقا ولا عدل ولا علما. رب العالمين خاطب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيقول له في صنيعته، لأن الصنيعة ديال سيدنا محمد هي الدعوة إلى الله جل وعلا، ويقول له ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وسيد الداعين إلى الله وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من، هي هذه اللي قلنا مين مع معه، من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، واحد من المسلمين، ما أنا شيء متفخم عليكم عندي شي حاجة زايدة معنا، من المسلمين. وهنا المسلمين بمعنى الذين خاضعوا لله وأسلموا الأمر له، أسلموا الأمر له. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم أي خاضع إبراهيم ابنه، خاضع لله، من المسلمين واحد من الذين خاضعوا لله جل وعلا. حقيقة الصلاة تربية، والله إنها لا تربية، يبغى يربي ولده فعلا يربيهم على الصلاة بإذن الله، يتربوا في كل شيء إلى ذوقهم المعاني ديال الصلاة والمقاصد ديال الصلاة. وكان يامر أهله بالصلاة، كان كيربيهم ويأدبهم، وهذا هم يصلون لله، ولكن في الوقت نفسه ينالون من بركات التواضع والخضوع والانسجام ما لا تعطيه لك أي وسيلة تربوية أخرى اطلاقا. واركعوا مع الراكعين، لأن بني إسرائيل كانوا كيتفخموا على النبي صلى الله عليه وسلم، كيقولوا أنت تبعك الأميين، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لا توضعوا لي أميين، ولكن اركعوا لله واركعوا التقدم معه، فالرب واحد، واركعوا مع الراكعين. ومثل هذا بصورة أو بأخرى مع الأسف نجده فينا نحن معشر المسلمين، كثير منا يرفض أن يركع مع الراكعين. كاين مع الأسف، كاين مع الأسف اللي ما كيبغيش يجي للجامع، ماشي ما مسلم، مش لا مسلم، ماشي ما كيصليش، كيصلي وكي ما راضيش يبقى ركع حدا واحد مقطع جلابته، واحد ما فيه ما يمحن، أمراض كديرة. واركعوا مع الراكعين، صلاة صلاة تعلمك الخضوع فبها ونعمت، ما علمتكش الخضوع إذن ما أقمت الصلاة، واخا تقول قد قامت الصلاة عشرات المرات ما أقمت الصلاة. فاللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة، اللهم اجعلنا من الموتين الزكاة، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.